بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات بغيت نشارك معكم صوص كراميل. من بين الصوص لي صوص اللي تندير، الصوص هذا تيجي رائع لي كلاص والكيكات البانكيك ولا اللي بغيتو، تيجي رائع كما تتشوفوا معايا. مكونات بسيطة موجودة في كل بيت، أتمنى تجربوا واللي معتمد عندكم إن شاء الله. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. دابا بغيت نشارك معكم الطريقة ديال الصوص كراميل اللي تندير اللي ترافقه مع داك الكلاص. عندنا واحد الكاس ديال العنبة ديال السنيدة، غنديرها في واحد الإناء، غنديرها فوق النار بالزبدة تذوب ونكملو إن شاء الله. ملي البنات يبان لكم بدا تيذوب من هنا كما تتشوفوا معايا، كتهزوا المقله بحال هكا تحركوها وتخليوها على نار مهيله شميعه. دابا غنحركو كما تشوفوا معايا، واخا يبان لكم راه محجر راه يذوب كلشي، هادشي غيذوب. غنحطو فوق النار ونخليه تيذوب هاد السكر كامل غنطلقو. دابا غنوصلو التحرك، دار لينا السنيده كلها، غنوصلو التحرك تيولي سائل خفيف. الا خليناه وما حركناش غادي يتحرق لينا ويجينا مر. بعد ما داب الكراميل كما تشوفوا معايا، غنضيف عليها القطعه ديال الزبده، اللي الزبده حيوانيه لا بغيتو ديرو ديال الاولى كلشي مشكل. المهم البنه راه كتختال، خايفه لكم بدا تيقصر على تردو في النار صافي غيخف. وعندي واحد رشيشه ديال الملح تحسن الذوق ديالو. تردو النار يطيب. بعد ما دخلت لنا ديك الزبده كما كتشوفوا الكراميل ديالنا اللون ديالو ما محروق هو ولا ما وصل التحرك، ومن الاحسن البنات ديروا ملعقه خشبيه باش تحكموا فيه. دابا غنزيد عليه واحد الكاس ديال الماء ديال الحليب عفوا اللي سخنته مزيان، غنضيفه اللي بعادي على سخنته باش نتفاداو الكراميل ديالنا باش ما يتحجرش. لا درتوه بارد غيتحجر وغيتعاود من الاول عاوتاني تقول ليكم حجر. دابا هذا سخون الكراميل سخون غيذوب دغيا ان شاء الله. شوفوا اللون اللي عطاني، ونرد عاوتاني فوق النار تيذوب ليا هذا الخليط كامل. لاحظتوا راه ما تحجر ما والو، غير خصو يذوب فوق النار، والنار ديما تكون ضعيفه اقصى الحد ديالها ديال القصير قصو عليه وخليه ان شاء الله الكراميل ديالنا غيوجد. بقيت عليه حتى داب كما تتشوفوا، ملي بدا يدير لكم مرفوقات عرفوا ان صوص الكراميل ديالكم راه وجد. اللون راه هو هذاك، تنستعملو في البانكيك الزين في الكريب زي الكيكات لي كلاص عدة استعمالات. الكراميل بعد موجد كما تتشوفو داب، مواصلة التحريك تتحصلو على لون ذهبي كما تتشوفو ما محروق حتى حاجة. شوية الخاطر كراميل ناجح اللي تيتباع في المحلات. دابا غنصفيوه باش ما تبقى لينا حتى شي شوائب ولا شي حاجة، وراه نتوما تتشوفو غير لي اول مره وخاف يصفيه دير كله راه ناجح 100%. غنصفيه ونخليه يبرد، ملي وجد لاكلاص ديالنا نزينو به. الصوص كراميل ديالنا بعد ما وجد صفيناه ناجح 100%،
كنتمنى تجربوه وينجح معاكم. طريقة سهلة، غير شوية الصبر ما تيبغي التحراك باش ينجح ويعطيكم هذا اللون الرائع. بالصحة والراحة.